بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزاتي أعزائي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في قناة وسيمتك وفيديو جديد. سنتحدث في هذا الفيديو عن 3 برامج مجانية على الهواء تغنيكم عن استعمال برنامج فوتوشوب أو صداع البحث عن مفتاح تفعيل فوتوشوب. هذه البرامج المجانية هي هذه البرامج لدينا هنا. البرنامج الأول هو فوتوبيا، والبرنامج الثاني هو سومو بينت، والبرنامج الثالث هو بيكسلر إكسبرس أو بيكسلر إديتر. وسأترك لكم إن شاء الله روابط استخدام هذه البرامج في صندوق الوصف أسفل هذا الفيديو. إذا نأخذ الرابط الأول، رابط فوتوبيا، نضغط عليه ثم ننقر على كوبي أو نسخ أو كوباي، ثم نذهب إلى محرك البحث جوجل، نفتح صفحة جديدة ثم نقوم بإلصاق هذا الرابط هنا، نضغط على كولي أو بيست ثم نضغط على زر الدخول، وبذلك نحصل على هذه الصفحة. هذه هي صفحة البرنامج فوتوبيا، وكما تشاهدون لا يختلف كثيرا عن برنامج فوتوشوب، فكل الأدوات الموجودة في فوتوشوب موجودة في هذا البرنامج، إلا أن هذا البرنامج برنامج مجاني على الهواء ولا يحتاج إلى تحميل تطبيق. أما برنامج فوتوشوب الذي تشاهدون أمامكم فهو برنامج غير مجاني. هذه هي أدوات برنامج فوتوشوب كما تشاهدون، وستلاحظون أن أدوات فوتوشوب لا تختلف كثيرا عن أدوات فوتوبيا المجاني. أما البرنامج الثاني، البرنامج المجاني، فهو برنامج سومو بينت. نقوم بإحضار الرابط من هنا، نضغط على كوبي أو كوباي أو النسخ، ثم نذهب إلى محرك البحث في جوجل فنفتح صفحة جديدة، ثم نقوم بلصق هذا الرابط هنا، نضغط على كولي أو بيست أو لصق، ثم نضغط على زر الدخول فنحصل على هذه الصفحة. وبإمكانكم التسجيل من هنا في هذا الموقع، أو فقط يمكن استخدام هذا البرنامج من هنا من Try Online، أي استخدامه على الهواء أو تجربته على الهواء. نضغط على هذه النافذة مرة واحدة فتظهر لنا هذه الصفحة، ثم نضغط هنا على Open أو فتح أو أفغيغ، فنحصل على هذا البرنامج. هذه هي واجهة البرنامج، وكما تشاهدون أيضا لا تختلف كثيرا واجهته عن واجهة فوتوشوب، فتقريبا كل الأدوات الموجودة في فوتوشوب موجودة هنا في هذا البرنامج. والشيء الجميل في هذا البرنامج هو أنه يدعم اللغة العربية، أي بإمكانكم تغيير اللغة من هنا، نأتي إلى هنا إلى هذا العالم البريطاني، ثم نضغط هنا على العربية أو Arabic، نضغط عليها مرة واحدة فيتحول البرنامج إلى اللغة العربية. أما البرنامج الثالث فهو برنامج Pixlr. نقوم بإحضار الرابط، نحدد هذا الرابط، نضغط على الزر الأيمن للفأرة ثم على كوبي أو كوباي أو نسخ، ثم نذهب إلى محرك البحث جوجل، نفتح صفحة جديدة ثم نقوم بإلصاق هذا الرابط هنا، نضغط على الزر الأيمن للفأرة ثم نضغط على كولي أو بيست أو لصق، ثم بعد ذلك نضغط على زر الدخول في الحاسوب فنحصل على هذه الصفحة. وفي هذه الصفحة لدينا خيارين للعمل عليهما، Pixlr X أو Pixlr E. وPixlr X فقط يقوم بتقطيع الصور وتغيير مقاييسها وتغيير الإضاءة وغيرها والكونتراست وغيرها.
أما هنا بيكسلر إي فيقدم خدمات إضافية تشبه الخدمات التي يقدمها فوتوشوب. إذا سنقوم بفتح هذا الخيار، خيار بيكسلر إي. نأتي إلى هنا إلى أسفل حيث مكتوب Launch Pixlr E، أي استخدام Pixlr E. نضغط عليها فتظهر لنا هذه الواجهة، هذه هي واجهة برنامج بيكسلر. نضغط هنا لفتح صورة أو لإحضار صورة من هنا، نضغط على Open Image هنا أو من هنا، نضغط هنا مثلا لإحضار صورة ما. لدي هنا صورة هنا في الأسفل، سأضغط عليها مرتين، ويمكن تغيير هنا تغيير المقاييس من هنا، ويمكن الضغط على هذه النافذة، نافذة Original الصورة الأصلية، وهنا Full HD، وهنا صورة الإنترنت، ويمكن تخطي هذا التذكير بالنقر هنا، هنا أختار Full HD ثم أضغط على Apply. فتظهر الصورة كما تلاحظون، ويمكن التصرف في هذه الصورة، ولدينا هنا الأدوات كما تلاحظون أيضا، فهي أدوات لا تختلف كثيرا عن الأدوات التي يستعملها برنامج فوتوشوب. إذا هذه هي البرامج أو المواقع الثلاث التي تمكنكم من الاستغناء عن فوتوشوب وصداع البحث عن مفتاح تفعيل برنامج فوتوشوب غير المجاني. أتمنى أن أكون قد أفدتكم بهذا الفيديو، وأستسمحكم على هذه الأناشيد. قد قمت باستخدام هذه الأناشيد لأن لدي ابنتي الصغيرة، وأريد أن ألهيها لكي تتركني أسجل لكم هذا الفيديو. وإلى اللقاء إن شاء الله في فيديو قادم، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.